أهلا وسهلا بكم من جديد. قالت مصادر حكومية مصرية إن المحققين المصريين والروس سيبدأون فحص محتويات الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية التي سقطت في سيناء يوم أمس خلال ساعات. يأتي ذلك بينما ارتفع عدد الجثث التي تم انتشالها من موقع سقوط الطائرة إلى 163 جثة بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري. غموض وشكوك كثيرة لا تزال تكتنف ملابسات سقوط الطائرة الروسية في سيناء، ومع إعلان المسؤولين المصريين والروس بدء فحص الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة خلال ساعات، أعلنت فرق البحث والإنقاذ أنها تمكنت من انتشال 163 جثة بعد توسيع نطاق عمليات البحث إلى 15 كيلومترا. كانت طائرة الإيرباص A321 الروسية قد أقلعت من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر متجهة إلى سان بطرسبورغ عندما سقطت وسط سيناء أمس، مما أدى إلى مصرع ركابها وعددهم 224 بينهم 27 طفلا بالإضافة إلى طاقم الطائرة. في سان بطرسبورغ ثاني أكبر المدن الروسية، تجمع في مطار المدينة أقارب وأصدقاء الضحايا في حالة من الذهول والصدمة بعد خبر تحطم الطائرة. وقد أعلن الحداد في روسيا اليوم فيما قال مسؤول من وزارة الطوارئ الروسية إنه من الممكن أن تقلع أول طائرة تنقل رفات الضحايا من القاهرة الليلة.